تحسين هو لا 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 تحسين مطبوع جزء من شغله في 6 مجلدات قد كده هو دار الكتب قد كده هو ورخيص مش غالي في الحاجات اللي هي مش منشوره. وفي بيبلوجرافيا مهمه جدا عاملها دكتور حمدي السكوت في الجامعه الامريكيه. هذه البيبلوجرافيا كل شغل انا اعتقد طه حسين كتبه موجوده في دار المعارف موجوده والاسره طبعت يعني اعتقد ان طه حسين نحن محظوظون بان كل شغله هو على الانترنت وعلى الانترنت يعني مؤسسات الهنداوي يعني بالظبط يعني على الانترنت وفي دور النشر. وبالمناسبه في كتب عنه مهوله. هو بس مشكله ان طه حسين انه لم برغم كل هذه القراءات اللي اتعملت لم يقرا. لابد طه حسين ان يقرا في كل مرحله بطريقه مختلفه. وفي مؤثر كمان من غير اقطع كلامك يا استاذ شعبان في مؤثر تاني وانا بصفتي مدرس محاضره زي ما الاستاذه في التربيه ان ما من مدرس خريج اقسام اللغه العربيه شاب 22 23 سنه يجي واحنا نصادف هنعمل له انترفيو ولا زي ما بيقولوا كده الكفار يعني ان هنقابله الا لما يعني عنده كراهيه شديده لكل كليات التربيه. وانا اعتقد ده الاساتذه اللي درسوا له اصلا هو بيبقى جاي بيحمل كراهيه وهو لم يقرا. احنا في مشكله عامه. المساله ليست في طه حسين على وجه الخصوص. طه حسين وطه حسين وغيره كتبهم ومقالاتهم وابحاثهم ودراساتهم ولقاءاتهم منتشره وموجوده بشكل قوي. هو فكره طبعا احنا في كوارث متعدده بشكل عام كوارث مكسوره من زمان. فلكن انا عندي امل وانا شخص متفائل بطبعي عندي تفاؤل ان طه حسين هيعود مره اخرى. وبالمناسبه انا كمان نفسي بقى برضو حتى نحن كباحثين او وكتاب نفسي بقى مثلا في الشعر الجاهلي ده احنا بنقول في الشعر الجاهلي في بقى كميه كتابات حوالين في الشعر الجاهلي هي مفيده ليست شرا كلها. بالمناسبه مناقشه بتاع حسين يعني في كتاب لمحمد احمد الغمراوي وده كان بنشره وده كان راجل مهم جدا وكان عميد كليه العلوم كان بيتكلم من منطق علمي محض مش من منطق ادبي فحسب. له ملاحظات ليست ملاحظات التشكيك في دين طه حسين كافر ولا ملحد ولا مؤمن ولا مش مؤمن لكن في النظريه نفسها. في كتاب مثلا متنبي بتاع محمود شاكر مثلا وده رد على طه حسين يؤخذ رغم ان محمود شاكر كان عنده نزاعات سلفيه ما لكن عنده اشياء مفيده. طبعا محمود شاكر كان بيحذف بره شويه ويشتم ويطول شويه لكن جوه كلامه في افكار مفيده جواه. احنا بقى احنا كطبيعيين بالمناسبه احنا كطبيعيين لا مؤاخذه نقول ان احنا كطبيعيين يعني ازعم يعني ادعي لكن كمان نحن مسفنا الجانب الاخر ومن الممكن ان نستفيد منه. يعني انا اتمنى ان ياتي يوم ما واني طبع الجنب في الشعر الجاهلي تبقى فيه مختارات للردود التي على في الشعر الجاهلي. كتاب محمد جمعه وكتاب الخضر مثلا خضر حسين وكل كتب ونفس الحكايه علي عبد الرازق. لان برضو زي ما قالت الدكتوره ان لا توجد مقدسات. يعني احنا مثلا عندنا انا على فكره اعتصرت فضلت ابحث عن سوره محمد نور ولقيت سوره محمد نور. حد شاف سوره محمد نور؟ شفتها فين؟ شفتها احد الكتب مع المذكرة اللي كان عاملها المذكرة اللي قدمها انا عمري ما شفتها هتبقى موجودة على النت على الأقل مثلا لكن مش موجودة. المهم في أتمنى أن ينشر مع كتاب في الشعر الجاهلي. يا جماعة احنا عايزين نبص على الجانب الآخر أيضا لأن الجانب الآخر ليس شرا كله. هنقعد نقول إخوان وسلفيين وحاجات. طب يا جماعة نقرا نبص عشان دي مشكلتنا التعميم مشكلة ثقافتنا التعميم
وفرد الملاية كل واحد وابيض والاسود وابيض ياسود مفيش سنيات ايوه ما هو كمان مفيش تعدد الالوان لحظه ما هو كمان الاخوان المسلمين المتطرفين دول مش ابيض واسود دول بينسبوا ما هي مصيبه دي مصيبه دي مصيبه انا مش بتكلم على جهه انا بتكلم على الثقافه العامه لا لا انت بتتدخل كتير لو سمحت لا هنسمع بعض وحضرتك هيبقى فانا اريد بس عايز اقول ان بس الفكره ان مشكله ثقافتنا اننا لم نطلع على جوانب متعدده من ثقافتنا وانا يمكن لسه كاتب حاجه عن مي زياده ان في مشاكل في مشاكل كتير جدا والمؤرخين الكبار واعين في 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 تهاليز الاخطاء وحاجات زي كده طب ما احنا نقرا مثلا في الشعر الجاهلي نقرا وجهه نظر زي ما قال الدكتور يسري ان ليست التفاصيل ليست العموميات هي المهمه لكن التفاصيل هي المهمه يعني مثلا كتاب في الشعر الجاهلي رغم ان اتشاف منه فصل سيدنا ابراهيم والطبع في الادب الجاهلي وميت فله وعشرة لكن في الادب الجاهلي حافظ على فكره حافظ على الفكره الاساسيه هو شال فصل الدكتور طه حسين لان طه حسين لم يكن ما كانش يريد ان يقول ان القران صادق او مش صادق عايز يقول بس يا جماعه علينا الا نسلم بما هو مصدر الفكره لان سالت المصطفى لان في كتاب مقدس هو لا علينا ان نبحث لكي نصل الى صحه المفهوم ونقول ان الكتاب المقدس ايا كان القران الانجيل التوراه كتاب صحيح نريد كباحثين وكقراء وككتاب ان احنا ما نتعاملش كالعميان الحقيقه ان احنا بنتعامل كالعميان وكالخرس وكالطرش في ثقافتنا باشكال متعدده والتعميم هو افه البحث طوال الوقت في الثقافه في التعليم ممكن انا معجب بحب البت دي عشان دقيقه جدا هي قضيتها من خمس تقول كده علم يعني علم لا لا ده يشرفني بعدين بتكبر العرب والصعيد بتكبر نفسها بتقول لك بقى لي 35 سنه وهي كلها ما لا ده لسه ففعلا عامله كتاب مهم جدا عن الثانويه العامه هي قضت حياتها عمرها كله في الثانويه العامه وحتى انا لسه ما دخلش الجامعه لا 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 دي خطيتها فعلا فعايز اقول وماسكه تفاصيل احنا نريد التفاصيل بعيدا عن التعميمات لان المشكله التعميمات هنقول التنوير والطبيعه والبتنجان وكده ف ابدا ده فرش الشتون ده كلمه البتنجان دي تتشال لكن التعميم صحيح يعني مداخله موفقه استاذ نور وبالتاكيد فعلا يعني نقول ان المبدا العام من مناقشتنا النهارده لشخصيه فريه زي الدكتور طه حسين هي انطلاق من مبدا مساءله المستقبل واعتقد ان يعني وزاره الثقافه كما قامت يعني الهيئه العامه المصريه للكتاب بتسليط الضوء على شخصيه مصر وجمال حمدان اتمنى ان الفتره الجايه برضه من خلال معرض الكتاب يتم تسليط الضوء على الدكتور طه حسين يعني اين المعارض واين الوزاره منه فكرهم عملوا كده فعلا الشعر الجاهلي طبعا بالفصل بتاع سيدنا ابراهيم ايام النمنم لا وقبل النمنم وحتى انا شكرته لا هو معمول ليه يا عم 96 طبعين في مدرسه القاهره وبعديها لا انا بتكلم على لا بتكلم على الكتاب الكتاب نفسه نزل كتاب بخمسه جنيه مقدمه لابو المجد خلينا في الهيئه العامه في طبعا في دار النهر مقدمه الليمه ما هو ما لا ما هو ما هو في القاهرة ده ما هو الهيئة يا محمد القاهرة الهيئة كان جورنال داخل كده لا 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 مش جورنال مجلة أيوة مجلة مجلة لكن كتاب كتاب ده نزل طبع ككتاب يعني فهو احنا نختم احنا أكيد يعني في إطار ختام ندوتنا النهاردة بشكر حضراتكم على الحضور